صحيح وكل البرامج ديالها اي برنامج مسائي باش نعطي رايي فيه ما دام انه كاين ثلاثه دورات في العام ما كاينش ثلاثه اربع شهور تبقى ما يمكنش تبقى حتى الاسبوع الاخير ولا النهار الاخير حتى النهار بنهار الساعه 15 اللي هما غيبلغوا للساكنه كله ودار طفيله مسكين وسلفها غير مع شي واحد ومني سلفها له ومني طلع مسكين وبدا يشتغل مشى عاد عنده في الدار قال له عمي الطفيله ها فلوسها شكون انت ما عقلش عليه لا وهكذا قلت عليك قال له ولدي الله يسامح المهم قريتي وليتي بهذا المستوى الله يكمل خير لقينا نواب البرلمان لقينا عمداء لقينا النواب خلاص ديال المصالح اللي هي مهمه في فرنسا والله الا فتيات ديال 24 عام اللي قابضين جمعيه ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه عباد الله فرنسا وبلجيكا والمانيا المغربي تيخرج من هنا امي عامين تيولي مثقف والا جاب الدكتوره من برا غادي يولي عامين صافي امي السيد الرئيس الله يخليك والله الله يخليك الحضور ديالكم كان وازن اليوم ولكن كنسجلوا الغياب ديال السيد عبد اللهوي وحتى هو ممثل المعنى عنده ظروف خاصه مرة شي عمليه جراحيه هذا راه طبيب ولو انه اليوم المنتخبين فريق المواطن عارف شكون اللي فيه لا عارف ما فيش سي راه عبد اللهوي برلماني وعضو ديال المقاطعه ماشي في المدينه يا اخي تحطوا السؤال تكون عارف هذاك صديق ديال 40 سنه وعنده ظروف كذلك على مدينه طيارات كهربائيه اولا بالنسبه للطوبيسات حنا موقفنا واضح العمده عنده كل اختصاصات ديال سيفت شركه ويجيب شاري انا ضد شي واحد يبقى يبكي وهو مسؤول نهار اللي دخل ما عجبتوش الوكاله يصيفط هادشي بحالاته ويدير وكاله اخرى شو المشكل ما كاينش مشكل وقرا كانت في 2012 شو اجرات حاضر ولكن العقد خلى فيه حتى 2027 والله يهديك 2080 تكون ولكن انا هذه عندها اختلالات وعندها مشاكل تدير تقرير وتنزل يا قرار تيصوت عليه المجلس هذا هو الواقع شو قلنا له في اول دوره لقوا هادشي مصالح بلا ما نزيدو في المزايدة في هذه الحالة ودخل شركة واحدة ولكن تقول لي شركة سلمية اللي راه عام هذا وما كايناش تقول لي فاس باركينغ راه عام هذا تنقولوا له لا ما دوزهاش فينا هي الشركة شي حاجة اللي ما كايناش تنقول لها ما كايناش
حقنا كله ما كايناش، وحرام انه في هذا العهد نجيبوا حنا فاسباتي كل الزمان اللي تتعرف فاس والمشاكل، يجي شي واحد في باب دارو يقول له انا الثمن ديال هذا 20 درهم، ولا مساكن ذاك الدراهم واش تما كل مره يمشي واحد للحبس يدوز سم شهور وعام زعما منكر. لا داري انا جيت تخلص لك طموحاتي ماشي مشكل، واش عمرهم بغينا نديرو الشركه التنميه المحليه دارت الضربه هذه سالات ما عمرهم انا عارف شنو هي العواقب ديالها، وعارف غادي يجي واحد من طاليان عنده الملايير وغيديك وغيبيع لك الدروبه ديالك شنو غيجي؟ يجي يبني تحت شي باركين تحت ارضي ويطلب حتى 100 درهم هذاك شنو؟ اشكون هذوما هي الله يعاونو على الطريق مهبوكة لا استعمار جديد وطرقات رفضناها واضحة واش ما طارق قدمتي اكثر من اللي قدموا من السابق وهذا الجزء الان في الشارع. شوف انت اول شوف اللي تهتم على هذا الشيء هو السكينه، كل واحد يقول هو زويون وظريف وغير حسن من الناس، شوف لي حصيله هي ما حصيله حصيله فوق ما بين حصيله وحصيله وتصلى وديك الساعه اللي بغيت ندير حبيت شباب ولكن فريق فريق يقوده حبيت شباب فريق منسجم الجماعة السلطات المحلية بما فيها الولاية والأمن الجميع منين تنحتاجو كوميسارية مثلا في الأحياء الشعبية باش يكون الأمن تنكريوها من البلدية رغم الملاحظات لا بد من الجو الحسابات هذه الملاحظة هذه الإدارة الأقل حنا تنشوفو اللي تمسوا اللي الله يستر التكريسات يقولوا العمدة فينا هو يا كاشي اللي تتقول إذا كنا تنعدي كنا حنا في 15 درنا الكاميرا 3 مليار باش الناس إلا داز مجرم تتصوروا الكاميرا وتمشيو يحضر هادشي كله درناه كان استمرار كنبقى استمرار في 2015 يمكن تكون حاجة أخرى ولكن هاد الظروف تتغير ما يمكنش باش المدينة تمشي بلا البلدية الرواسي ديال الأب ديالها اللي هو العامل أو الوالي والأمن وداكشي شي تيخفف على شي كان الأمور غادية الحمد لله بسلاسة وكان تدخل وكان اللقاءات في الوزارة الداخلية وكنجيبو داع اللي درنا مشاريع باش نقولو شحال دابا في الميزانية، هاد الميزانية فيها 670 درهم 690 درهم لواحد شحال دابا انت اللي تتعطى الحكومة هو 670 درهم إذا خصك تجيب على الأقل لا واحد 760 وحدة أخرى ماشي لا بغيت تدير طريق طريق ولا دير هذا ودابا هاد الأشغال خدامة في البلدية كبار لازم تقول نعاونوا هاد الناس تعاونوا على المصلحة هاد المدينة حنا ما خصنا والو حنا ما عندنا تعويض ما عندنا سيارات بلدية ما عندناش ما دوزت 12 عام وفرنا مسيرة السيارة البلدية نهائيا ولكن شرينا السيارات للناس اللي يدخلوا المداخل البلدية هاد المداخل هي نعطيه المرض وكل شيء أنا تنصرف هذه 10 تندخل 100 للبلدية هذا راه السياسة ديال تنمية المداخل تنديروها بكل اعتزاز نشريو الصطافيطات كنا تنديروا حتى الموضوع وظروف الحياة كلها ماشي دير